بسم الله الرحمن الرحيم. فضلا وليس أمرا اضغطوا على الزر لايك واشتركوا في القناة. إليكم الآن أغرب أنواع الدجاج في العالم، يسمى بدونغ تاو ويعيش في فيتنام، ويعد من أكثر الأنواع التي تحظى بشعبية كبيرة، بل يعتبر من أبرز الوجبات التي تقدم على طاولات الأثرياء. على الرغم من أرجلها التي تثير الإشمئزاز، هذا الدجاج من سلالة نادرة، لذلك لا يعرفه الكثير. فبالرغم من شكله الغريب، سبحان الله، إلا أنه يقدم في المطاعم إلى الأثرياء، ويتراوح سعر الكيلو من هذا الدجاج ما بين 17 إلى 19 دولارا، وتصل في بعض الأحيان سعر الدجاجة السمينة إلى 280 دولار، وتتصاعد الأسعار وتنخفض من وقت لآخر، ويرتفع عليها الطلب مع مرور الوقت. وهناك مزارع رفض أن يبيع دجاجتان من هذا النوع بأقل من 2500 دولار، ويصل حجم الدجاجة الواحدة في هذه السلالة النادرة من الدجاج من 3 إلى 6 كيلوغرامات، بقوائمها الضخمة التي توازي حجم معصم الإنسان، وتقدم لحومها لمطاعم حصرية تلبي احتياجات الأثرياء، نظرا لطعمها اللذيذ المختلف عن الدجاج العادي، الأمر الذي يفسر الارتفاع الكبير في سعرها مقارنة بالدجاج العادي. ويعتبر اللون الأبيض هو السائد في تلك السلالة النادرة بشكل عام، وتستغرق تربية هذا النوع النادر من الدجاج الفيتنامي عاما كاملا ليصبح جاهزا للبيع. فكلما زاد وزنه وكبرت قوائمه ارتفع سعره، كما أنه يضع عددا أقل من البيض من الدجاج العادي، مما يزيد من صعوبة إنتاجه. أستودعكم الله وإلى اللقاء.